السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم طلابي طالباتي البكالوريا. طبعا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو مخصصة لكم أنتم أصحاب الباك، نصائح وتاخذوهم بعين الاعتبار وتتابعوهم للباك إن شاء الله الرسمي أسبوع البكالوريا. ماذا يجب عليك فعله؟ كيف تنظم أمورك وتنظم اولوياتك؟ كيف تسير امورك؟ واش عليك دير؟ واش ما عليكش دير؟ واش لازم انك دير؟ واش الواجب تاعك؟ واش من حقك؟ وان شاء الله نستفادوا مع بعضنا البعض. ما تنساوش فقط لكن جديد اول مره تدخلوا لاشين تاعي انكم تفعلوا زر الجرس وتابونيوني وتضيفوني عندكم وتبارطاجيو الفيديو اللي تعمل فائده عليكم جميعا وصحابكم كذلك باش يستفادوهم ايضا معاكم بالاضافه المسرح نديهم لكم انا اليوم ان شاء الله. وكذلك تحطوا جنب الفيديو كومونتير اي سؤال ولا في استفسار انا بنفسي نجاوب عليه. وليتس جو. حاجه اللي لازم عليكم تكون عندكم كامل النفسية، نفسيتك حاليا هذه الفترة الأخيرة بالتحديد كيفاش نفسيتك؟ اس كنت مطمئن ومرتاح ولا استخس وضغط واوفر الموضوع وواصل معاك للأخير؟ النفسية تلعب دور كبير بزاف بزاف. أنا ديما في قناتي نحكي ديما عن النفسية ونأكد عليها ونأكد وندير فيديوهات بزاف بزاف. ابدا الموضوع ليس بهين وانما انا ديما ندقق على هذا الموضوع لانه النفسيه تعمل دور كبير في اي شيء في حياتنا. كل ما كانت نفسيتك هادئه كل ما انت راح توصل راح تنجح. كل ما كانت نفسيتك ما كاش كونفيونس وخوف ورعب واكتئاب وبكاء وكسل وخمول وما قادرش تتحرك وخايف انك تخطي خطوات مستحيل توصل. بالصح النفسية تلعب دور كبير بزاف بزاف. العامل النفسي والعامل الفكري، العامل النفسي والعامل الفكري يلعبين دوران مهمان في حياة الإنسان. لذلك ديما نقول سيطر على أفكارك، خليها ديما إيجابية ومتفائل. قولي عليه الصلاة والسلام تتفائلوا خيرا تجدوه، هذا حديث. أما عن القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني لازم ديما تكونوا ايجابيين. انا عند ظني عبدي بي فما ظنكم برب العالمين. خليك متفائل الفتره هذه، خليكم متفائلين. لا بغى نتوما عندكم بزاف دروس ومازالوا عندكم محادات ومازلتي تحلوا تغلطوا ومازالت الدنيا داخله في بعضها ومفروزش الامور. بصح تفائلوا اطمئنوا، خليكم متفائلين. خوف شوية طفيف طبيعي عند كامل الناس ممكن يصرى لكم، بصح انه الخوف الزايد والاكتئاب الزايد وستريس وضغط ودنيا داخلة في بعضها وتوتر ولا يوصف، لا هذا ما كاش منها. بالعكس لازم تقوي نفوسكم، لازم تكونوا مطمئنين. تعرف انا لا اخاف، لماذا اخاف والله معي؟ هك لماذا اخاف والله معي؟ حسوا بربي معاك والفترة هذه، حسوا بربي، ربي معاي. مجرد امتحان، نرجع ونعاود نقول وما نملش منها، البكالوريا مجرد امتحان تختبر فيك ما اختبروا فيه اللي قبلك ويختبروا فيه اللي بعدك، وهي هكا الدنيا دوارة. راح يكون ذكرى، يا اما انت تصنعها ذكرى حلوة او ذكرى مرة، فخليه يكون مليء بالسعي والانجازات والايام الجميلة والتفاؤل والايجابية والثقة بربي سبحانه، احسن من ان يكون مليء بالكسر والخمول والخوف والاكتئاب والدمار النفسي. لذلك اطمئني اطمئني لانه ربي معاكم وراح توصلوا باذن الله. انتم تعبتي وان الانسان الا ما سعى ان سعيه سوف يرى. السعي راح يشوف، ربي يشوف السعي، ربي ما يضيعش اجر المحسنين ابدا. فربي معاك اطمئني بالله، خليك هادئه، خليك هادئه وريلاكس. كل ما كنتي هادئه ومتفائله ومطمئنه وعندك الكوراج وقويه الداخل وربي ان شاء الله راح ننجح وتقوي نفسك وتوكيدك ايجابيه وتحكي مع نفسك انا نقدر نوصل، ترفع معنويات نفسك، كل ما يكون نسبه النجاح اكبر والعكس صحيح. نعم هذه هي، العامل النفسي اثر بشكل رهيب رهيب. هذه واحده. الحاجه الثانيه طريقه العيش هذه الفتره، طريقه العيش سبيسيال كما يقولوها. تجنبين لزافير المشاكل الامور القل والقل السوشيال ميديا بانواعها اللي تبلهك وضيع لك وقتك.
تجنب كامل الاخبار والقيل والقال على قد ما تقدر. ما نقولش ما تسطحش السوشيال ميديا بشكل عام، لا، ارتاحي وشاهدي فيديو اتنين ولكن مش كل الوقت، يعني عارف كيف تنظم امورك. في نفس الوقت ما تتبعش ايا كان الاخبار، وحتى مع اصحابك في الواقع ولا مع دارك مع ايا كان، يعني بعد على المشاكل والامور هذيك اللي تافهه وتضيع لك وقتك وتشغل بالك. والفتره هذه انت محتاجه انك تكون مركزه فقط على الباك، الباك فتره فقط وتعدي يعني، فخليها تعدي يعني. المهم الحاجه اللي بعدها هي الاكل، الاكل طريقه الاكل، ما ناكلوش ايا كان يعني، نحاول ناكل اكل صحي، نحاولوا نبعدوا شويه على السكريات، نقصوهم الشيبسي والبيبسي، المهم نقصوا منهم، الغازات نقصوا منها، الاكلات السريعه نقصوا منها، نكثروا زيت الزيتون، العسل الطبيعي مع الماء مفيد جدا على الريق، المكسرات لقد ما نقدر، المكسرات يعني ذكاء وجوز لوز وانتم على بالكم، والبندق طاقة وذكاء، أوميغا 3 يا إما سمك يا إما دواء، تشاروه أوميغا 3 مليح بزاف للذكاء والتركيز، يزيد فيه بنسبة رهيبة. الماء، شرب الماء والعصير الطبيعي من الأحسن، هذه ننصحكم بيهم الفترة هذه، انه الأكل يأثر على النفسية. صونتم لازم تكون عندكم نفسية مليحة، لازم يكون عندكم أكل مليح وصحي وجيد، لذلك هذه ننصحكم بيها. والحاجة اللي بعدها كذلك تنظيم الوقت مهم جدا هذه الفترة، كيفاش نظم وقت؟ لأن ما حبيتكمش الفترة هذه تقتلوا رواحكم تاع مثلا الليل مع النهار الليل مع النهار، لا، أنا ماذا بيا الإنسان الطبيعي والإنسان اللي يفهم صح الحياة يدير فترات الراحة، ومن حقه أنه يرتاح، يمارس الرياضة، ينعس شوية، المهم يدير حاجة يحبها، فترات الراحة هذه يستغلها. لذلك لازم ترتاح ولازم فترات الراحة، لازم تروبوزي، ولازم لازم لازم تجيبش ورا بعضها يوميا 24 ساعة أشبه دكات ورا بعضها، هكا راح تتعب، يوصل الباك تتعب، والله تتعب بزاف، انتم على بالوش وش من طريق يسلكها وطريق راح تفيده، وما تضغطوش نفوسكم صدقوني والله غير يعدي، دوام الحال من المحال، يعدي بيك برمشة عيني، يعدي يصبح ذكرى، والله يصبح ذكرى تفكروها وتقولوا يا ديك الأيام، فخليها ذكرى جميلة تصنع منها تاريخ جميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في أمان الله وحفظه.